ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم هنكمل لكم باقي قصة سوكا في المدرسة واللي هتضحكوا عليها جدا. قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ. ايه سوكا يا بنتي، عملتي ايه في المدرسة النهاردة؟ المدرسة حلوة قوي يا بابا، انا فرحانة قوي. طيب عال قوي يا سوكا يا بنتي، الحمد لله. اوعي يا سوكا تعملي مشاكل ولا تخبطي راس حد بالطوبة. ها لا يا ابويا، انا مش هخبط حد بالطوبة الا لو ضايقني. بتقولي حاجة يا سوكا؟ ما بقولش حاجة يا بابا، ربنا يستر. وانت يا ابويا عامل ايه في شغل العمارة؟ الحمد لله يا سوكا يا بنتي، كله بيعدي يا سوكا، المهم تكون انت مبسوطة. ربنا يخليك لينا يا ابويا. ايه يا سوكا، عملتي ايه في المدرسة؟ ايه رأيك في مدرستي؟ جميلة يا أمية، بس بيكلموا انجليزي وانا اتعلمت العربي، لما يكلموني كمان انجليزي؟ معلش يا سوكا، بكرة تبقي شاطرة وتعرفي كمان الانجليزي. يا رب يا أمية. سوكا انا عرفت ان ميس منى بتديكي العربي. ايوه شفتها، ابله منى دي طيبه قوي يا امنيه. ايوه يا سوكا، وكمان تعرف كل عيله الجمل، وعرفت ان انت بتمثلي معاهم. ايوه بس ما عرفتنيش من الاول. بصراحه يا سوكا انت اتغيرتي خالص بلبس المدرسه. قصدك ايه يا امنيه، هو انا كان لبسي وحش ولا ايه؟ لا يا سوكا، انا قصدي ان لبس المدرسه حلو عليكي. افتكرت انك بتتريقي عليا، كنت هديكي بالطوبه في دماغي كده يا سوكا. ده احنا صحاب حتى. لا يا امنيه انا بهزر معاكي. ايه قوليلي يا سوكا، صاحبتي على حد ولا خافوا منك؟ اصلي عارفاكي عصبيه. ايوه في بنت كده هاديه قوي اسمها ياسمين. انا كمان ليا واحده صاحبتي اسمها ياسمين، وكمان معانا في العماره يا سوكا. بجد انا معرفهاش، هبقى اعرفك عليها. ماشي يا امنيه. يا ريت يا امنيه تشكري مامتك عشان خلتني اروح المدرسه. ماشي يا سوكا، هسيبك بقى عشان انا كمان لسه جايه من المدرسه. مع السلامه يا صاحبتي. مع السلامه يا سوكا. وهنا الفيديو بتاعنا خلص، بس القصه لسه ما خلصتش، واستنوا باقي القصه عشان في مفاجآت كتير. ولو وصلت معانا لاخر الفيديو تنسيش تعمل لايك واشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حبوكوا قوي، مع السلامة. مع السلامة يا اجمل فانز في الدنيا. بس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهيش سؤال الفانز الفيديو اليوم. هو عاوزين كل الفانز يقولولنا سوكا كدبت في ايه على ياسمين، والمفروض انها هتتكشف الحلقة الجاية. شوفوا الفيديو كله وكمان تابعوا حلقاتنا لانها هتعجبكم جدا. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.